أعزائي المشاهدين مستمرين وياكم وهذه اللقاءات مع رسالة الزميل أحمد صلاح الدين من كلية الزراعة في جامعة فيت. مرحبا بك أستاذ سيف. مرحبا حياك الله سلم بك يا مرحبا الله سلم. أستاذ سيف حقيقة اليوم اختار يعني أستاذ أحمد موضوع جدا مهم هو تقدير بعض الأكسدة الصناعية في الأغذية ودراسات أو دراسة تأثيرها البيولوجي. الآن هذا الموضوع موضوع مهم جدا لأنه موجودة هاي الأكسدة بالمواد الغذائية وتكلمنا قبل قليل. حضرتك يعني شلون تعز لنا هاي الفكرة أو النتائج اللي المرضية لهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في هذا اليوم. طبعا حضرنا هذا اليوم مناقشة الأستاذ الأخ العزيز أحمد صلاح الدين عن رسالته الموسومة تقدير بعض المضادات الحيوية بعض المضادات الأكسدة في بعض الأغذية. طبعا هذا الموضوع له دور مهم طبعا حقيقة على المستهلك، لأن تأثيرات حقيقة تأثيرات سلبية على المستهلك وله دور مباشر في على المستهلك من ناحية البيولوجية. طبعا هذا الموضوع أنه يأخذ صدى حقيقة صدى واسع، بس المشكلة أنه ماكو فد رقابة صحية موجودة إذا صح التعبير أو عزوف بعض غياب الرقابة إذا صح التعبير عن تقدير هذه المضادات في الأغذية المنتشرة في الأسواق، وبالتالي أنه يقع فيها يعني السيطرة النوعية. السيطرة النوعية عفوا، نعم إذا صح التعبير السيطرة النوعية. نعم زين أستاذ سيف، شلون يعني أنت بتقديرك أنه نحصر هذه الحالة؟ المراقبة يعني السلطات، يعني كيف نقدر نسيطر على هذا الموضوع؟ طبعا أكيد أهم موضوع أنه هو موضوع السيطرة النوعية، تفعيل دور السيطرة النوعية، تفعيل دور الرقابة الصحية على المنتجات الداخلة إلى محافظة صلاح الدين بالأخص وعموم العراق يعني عامة عن طريق الأسواق إذا صح التعبير، أنه فحص المنتجات الداخلة لأن لها تأثير كبير حقيقة على المستهلك، يعني تأثير مباشر. يعني هسه نشوف الأمراض، كثرة الأمراض خاصة الأمراض إذا صح تعبير مرض التوحد، أمراض القولون المنتشرة 80% من المواطنين إذا صح تعبير أو المستهلكين يعني يعانون من مرض القولون. القولون هو سبب أنه شنو إضافة هذه المضادات اللي هي ممنوعة في أكثر من الدول العالم إضافتها للمنتجات الغذائية، فإذا ضيفوها وحتى لم يذكروها في الليبولات الخاصة بالعلب، فهذه حقيقة لها تأثير مباشر على المستهلك. فإحنا دورنا نطالب أنه تفعيل دور السيطرة النوعية للأغذية حتى يتم قياس وتقديرها ويتم أنه منع استيراد هذه المضادات المنتجات الغذائية اللي تحتوي على هذه المضادات، مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية. حقيقة هناك أكو كثير من المنتجات الغذائية تحتوي على حتى مضادات حيوية، يعني ثاني رسالتي أن كانت تقدير بعض المضادات الحيوية الموجودة في بعض الأغذية. فمن قدرة المضادات الحياتية اللي مثلا مضادة تتراسيكلين ومضادة دوكسيدار وجدت أنه هناك كميات حقيقة تفوق أنه المسموح بها دوليا من قبل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي بإضافة هذه التقديرات، يتم إضافتها حتى يتم حفظ المواد الغذائية لأطول فترة ممكنة من الزمن. أعزائي المشاهدين أيضا نلتقي بزميلنا المخرج أستاذ رياض الجابر، حياك الله أستاذ رياض. حياك الله أستاذ وليد. أستاذ رياض اليوم حضورنا حقيقة زميلنا أحمد، وأني ذكرت أنه تعزيز الجامعات وخاصة جامعة تكريت، وأيضا ذكروا الزملاء أنه هذا تجسيد لموضوع الرسالات وبالنسبة للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. كيف تعطينا فكرة عن هذه الدراسة وخاصة اليوم يعني موضوع الأكسدة بالأغذية وموضوع مهم جدا لما تلاقيه الحياة والحقيقة الموجودة في الأسواق؟ حقيقة بالبداية أنا سعيد جدا أن أكون اليوم متواجد مع أحمد صلاح الدين الأخ العزيز والزميل الغالي وهو شقيق الشهيد السعيد كاميران، فنحن أسرة واحدة طبعا يعني، وحضرونا اليوم لأننا إخوة ولأننا زملاء. حقيقة يعني مشاعري تكاد تغلبني في هذه اللحظات. حقيقة العنوان الذي تناوله الزميل أحمد عنوان جدا مهم، أنا تابعته يعني بالتفصيل المناقشة. موضوع مضادات الأكسدة الصناعية بالأغذية موضوع حيوي ومهم لأنه في على تماس يعني بالحياة. أغلب المواد المعلبة توضع لها مواد مضادة للأكسدة، واكتشفنا يعني اليوم انه كثير من المواد او المعلبات حتى المشروبات الغازيه حتى المياه المعدنيه عندما توضع لها مضادات الاكسده فانها تلقي بظلالها على الجسم البشري فتؤدي الى تطورات خطيره. ولذلك يعني بعض الشركات
تبالغ في وضع هذه النسب. هو اليوم ناقش هذه الفكرة طبعا بعد بحث علمي دقيق. يعني حقيقة اليوم يعني هذه يعني تواجدنا في جامعة تكريت دليل عافية على تعافي الجامعة مما مرت، وحركة دؤوبة طبعا لاستحصال الشهادات العليا من قبل الطلبة. ولكن الشيء الوحيد الذي أود أن تنويه عنه، يعني بعض الطلبة يعني طلبة المسائي أجور الدراسة يعني المتقدمة للماجستير والدكتوراه مرتفعة جدا. ليت وزارة التعليم العالي يعني تراجع هذه القضية، يعني خدمة للحركة العلمية بالدرجة الأساس، ولأن يعني نضخم مثل ما يقول يعني شهادات علمية كبيرة تخدم المجتمع وتخدم البلد. إن شاء الله أستاذ رياض نتمنى هذا أن يوصل. وإحنا سمعنا أيضا من بعض الأساتذة أنه أكو مناقشة لوزير التعليم العالي حول تخفيض أجور المساء إن شاء الله. أنا أشكرك والموفق. شكرا شكرا أستاذ. مبروك الأحمد، إن شاء الله صحة وعافية، وإن شاء الله يا رب يشوفي نوبة دكتور وأحسن. طول عينك عمر وعافية حجي وليدي، يطول عمرك إن شاء الله. شوف الظن ظناك بجاه الحق. طيب إن شاء الله أقل ما نقدمك كاميران وحبيبنا أحمد. طول عينك يوم يطول عمرك إن شاء الله، ما تقصرون أنتوا أخوة كاميران وأحمد وكلهم. والله الله يسلمك يوم يطول عمرك، فدوى العينك الله يخليك إن شاء الله. أحمد خوش أحمد، يستاهل يستاهل. هو من هو صغير شاطر عينا، شون عيش قد ترابه مثل كاميران بالضبط. بس ما حضرت المناقشة مع الكاميران، كنت مريضة. هسه الحمد لله الحمد لله والشكر. يطول عمرك يوم، عمر وعافية إن شاء الله. صحة وعافية يكم إن شاء الله بجاه الحق. أشكرك يوم، عمر وعافية عمر وعافية. أيضا أعزائي المشاهدين، في هذه الرسالة وهذه المناقشة التقينا بالدكتور العزيز خميس محروس العزاوي. مرحبا بك دكتور. حياكم الله، سلمكم الله وحفظكم. مرحبا دكتور، عودتنا دائما معنا. حقيقة رسالة اليوم رسالة جيدة. كيف تقرأ هذه الدراسات والشهادات والمناقشات بالنسبة للماجستير والدكتوراه دراسات العليا في الجامعة؟ من البديهي أن الجامعة قد تواصلت مع المجتمع وقد حاكت جميع الأمور التي تخص المجتمع، خصوصا مسألة الأمور المسرطنة الآن بالوقت الحاضر نحن نعيش هذه الأمور. هذه الرسالة من الرسائل الممتازة جدا، واللي تناولها أخينا الأستاذ أحمد صلاح الدين، وأرى أن يقرأها أهل الاختصاص وغيرهم لما فيها من أمور كثيرة وفوائد كثيرة تخص الطعام وحتى الشراب والمواد الغذائية اللي مستوردة. فعلى كل إنسان في بيته سواء كان رب أسرة ولا غيره أن يطلع على مثل هكذا رسائل. جامعة تكريت هي ناهضة بهذه الأمور ولها خدمة كبيرة وجليلة للمجتمع سواء في العراق أو خارج العراق لما تبدي من أساتذة يعني أهل اختصاص وانتقاء المواضيع سواء كانت في الدراسات العليا بالماجستير أو أطاريح الدكتوراه. ينتقى هذا العنوان ويعرض إلى لجنة رفيعة المستوى من أجل اختيار هذا الموضوع، من أجل أن يكون ثمرة ناضجة للوصول إلى العلم الحقيقي لخدمة المجتمع سواء كان في العراق أو خارج العراق. فهذه رسالة جيدة جدا، وقلت أن توصل للامتياز وبلجنة معتبرة وطالب مجد ومجتهد
ففيها الخير الكثير والخدمة الجزيلة للإنسانية بحد ذاتها. وقلت لك أنا جامعة التكريس سباقة باختيار مثل هكذا موضوعات وهكذا رسائل وأطالع وهكذا أيضا طلبة علم وباحثين. إن شاء الله أتمنى لكم موفقة دكتور بحضوركم وأيضا وبوجودكم لطلبتنا إن شاء الله. دعائنا لكم جميعا ولكل من يرانا من على شاشة قناة صلاح الدين ولكل أبنائنا من الطلبة والأخوة الأساتذة في الجامعة وغيرها، سلمكم الله وحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يعني كانت رسالة جميلة جدا وكان نقاشك يعني في مكانه. دكتور كيف نفعل هذه المواضيع المهمة من مراقبة، من السيطرة النوعية، المواد الأخرى، كيف يمكن أن نفعلها من خلال الحياة؟ ممكن أن نفعل الأمور والأضرار السلبية ونحاول نتجنب الأضرار السلبية الناتجة من تناول أغذية مصنعة مستوردة من خارج العراق من خلال تفعيل أجهزة قياس السيطرة النوعية على مستوى المحافظات المختلفة للعراق، وبالتالي تجنب الأضرار الصحية المضرة، وأيضا الاستفادة من المعلومات والنتائج المحصل عليها من هذه الرسائل، رسائل الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، في منع تناول وتداول الأغذية المنتجة والموجودة بكثرة في أسواقنا المحلية. احنا نتمنى إن شاء الله دكتور تتفعل مثل هكذا مواضيع، وإن شاء الله لكم الموفقية، ونتمنى لكم يعني الحقيقة يعني أنت سفرك من الموصل إن شاء الله سلامة الوصول. الله يسلمك ويبارك بيكم، واني تسمح لي ان اقدم شكري واحترامي لعمادة كلية الزراعة ورئاسة قسم علوم الأغذية وللأستاذ المشرف دكتور محمد جميل والأعضاء لجنة المناقشة وللطالب أحمد صلاح الدين اللي أتمنى له كل التوفيق وفي عمله سواء الإعلامي أو في العمل الآخر على مستوى الاختصاص علوم الأغذية. وشكرا جزيلا لقناتكم العزيزة قناة صلاح الدين الفضائية، وأتمنى لكم كل التوفيق، وأني من أشد المعجبين بك، والله يحفظكم يبارك بكم ويوفقكم في أعمالكم. أيضا من ضمن حضورك اليوم دكتور نزار إلى رسالة زميلنا الإعلامي أحمد صلاح الدين، كيف قرأت هذه الرسالة وحضوركم اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا أن أحضر مناقشة الأخ العزيز الأستاذ أحمد صلاح الدين عن رسالته التي تخص الأكسدة الصناعية. طبعا هذه التوجهات الأساسية لرئاسة الجامعة أن تكون المواضيع الرسائل والأضاريح الماجستير والدكتوراه تخص المجتمع بشكل أساسي، تتعامل مع الواقع من أجل إيجاد أهمية كبيرة لهذه الرسالة أو غيرها من إنجازات المشاريع المهمة التي تلقى على عاتق سواء كلية الزراعة أو بقية كليات الجامعة الأخرى. دكتور نزار، حقيقة موضوع اليوم بالنسبة للأستاذ أحمد تقدير بعض مضادات الأكسدة، ويعني إحنا تناقشنا بها مع الزملاء، يعني موضوع مهم جدا لما يدور بحياتنا الآن. المواد الأغذية رقابة صحية ما موجودة، سيطرة نوعية ما موجودة، نستفاد من الرسالة اللي يقدمها الطالب ويمكن أن نطبقها، كيف ترى يعني نتائج هذا المواضيع؟ هذه المواضيع مواضيع من المواضيع المهمة والأساسية التي تهدف رئاسة الجامعة حقيقة إلى أن تكون مواضيع أو مشاريع لرسائل ماجستير وأطاريح دكتوراه، هدفها الأساسي هو خدمة المجتمع. هذا الموضوع مهم وأساسي يؤدي في النهاية إلى أن تكون الطبيعة الأساسية المهمة لطريقة حفظ الأغذية الأكسدة، لها دور أساسي في خدمة المجتمع. نحن جميعا مع أن تكون هذه المواضيع أساسية وهادفة وأن تخدم المجتمع بشكل أساسي وشكل مهم. دكتور الحقيقة بالبداية كانت رسالة يعني حقيقة جيدة لاستفادة المواطن منها لما تكون بالتماس أو تماس مع حياته. كيف تكون إن شاء الله مستقبل مثل هذه الرسائل فائدة بها من قبل جامعتك؟ إن شاء الله يؤخذ بالمواضيع ولا تكون على الرفوف، نتمنى هذا كما حصل للرسائل السابقة، نتمنى أنه أحد يتبناها ويأخذ بالتوصيات إن شاء الله. أحمد بالبداية مبارك لك للرسالة وللماجستير إن شاء الله دكتورة بإذن تعالى، كيف وجدت حالك بعد رسالة الماجستير والنتيجة؟ تحياتنا لك بداية أستاذ وليد، وتحيات لقناتنا الأمة قناة صلاح الدين الفضائية السباقة في نقل الحقيقة على أرض محافظة صلاح الدين. تم ولله الحمد اليوم مناقشة رسالة الماجستير تحت عنوان تقدير بعض مضادات الأكسدة الصناعية وتأثيرات أو دراسة تأثيراتها البيولوجية. هذه الرسالة تمت تحت إشراف أخي وأستاذي
الفاضل الأستاذ المساعد الدكتور محمد جميل محمد. حقيقة يعني أيضا اليوم تم مناقشة هذه الرسالة من قبل اللجنة المعدة لهذا الغرض، منها الأستاذ الدكتور فريال والدكتور بيان والدكتور عدي. حقيقة كانت هناك بعض يعني الإثراءات العلمية اللي أثروني بها حقيقة اللجنة. أحمد آسف المقاطعة، يعني أخذنا لقاءات، إحنا ليش كانت يعني تركيزنا على رسالتك بالعلى؟ لأن هي مع الحياة، يعني الطعام الأكل، فحقيقة يعني رسالة اختاريتها رسالة جميلة جدا، كيف يمكن تفاعل؟ هذه شهادة بداية نعتز بها من جنابك أستاذ وليد. يعني مضادات الأكسدة الصناعية هي متوافرة اليوم، احنا قاعد نتناولها سواء كان في الحليب سواء كان في العصائر سواء كان في الزيوت، لكن اللي ما يعرف المستهلك اليوم أو المواطن هي التأثيرات السلبية لهذه المضادات الأكسدة إذا زادت عن الحدود المسموحة. فأنا اليوم وضحتها حقيقة برسالتي وطرقت للجانب السلبي والجانب الإيجابي، ولكن ركزنا اليوم على الجانب الإيجابي السلبي حقيقة للتأثيرات اللي يعني تحدثها هذه المضادات. وأيضا كنت يعني أتت في توصيات الرسالة النهائية إنه كيف يعني نستخدم هذه المضادات ضمن المعايير والمواصفات القياسية المطلوبة. أخيرا أتقدم بأسماء آيات الشكر والتقدير لجنابك مرة أخرى أستاذ وليد، ولزميلي الأستاذ أحمد أزعيد، ولزميلي رياض الجابر، وأيضا أستاذنا الفاضل أحمد نظير، ولكل من شرفنا بحضوره هذا اليوم. وإن شاء الله هذه مسؤولية يعني تضاف على عاتقنا من أجل يعني الرقي بمستوى الخدمي والمستوى العلمي والتعليمي في جامعة كريف ومحافظة صلاح الدين. نقول الدكتور إن شاء الله. وانت حاضر أستاذ وليد، شكرا جزيلا مرة أخرى، شكرا جزيلا، بارك الله بك، شكرا جزيلا.